kanka ama o gene bir dizi konukta tercih bana hep kime bakıyorum ağır yani dizi bilgiyi daha konukta tercih وانا اتمنى ان تكون انترو جديدة عجبتكم وانا يعني متحمس جدا ان انا ابدا الفيديو النهارده معاكم ودي دريم ليج 2019 كنت بصور لكم 2018 زمان ودلوقتي هنبدا في 2019 دي اول بصه ليا على 2019 وعشان انتوا شايفين انا مهكر اللعبه هو معايا كل اللعيبه اللي انا عاوزها مع محمد صلاح ومعايا مبابي ومعايا بوجبا ومعايا نانرلان ومعايا بوفون ومعايا نيمار عشان ميبقاش بس بطريقه غريبه يعني احنا هنطلع النهارده الصبح ابراهيموفيتش انا مش هطلع ابراهيموفيتش هنحط نيمار في تبديل واحنا عندنا هامشيك وعندنا كافاني وعندنا رابيو وعندنا جرفينيو ده كان اللعبه اللي ده كان كنت انا مصنعه ده مش مهم عندك اندري ايو اها وجارس بيل وديبالا جيزمان جيشكو جيكو سوري يا جماعه دلوقتي احنا نروح نبدا اول ماتش لنا في الفيديو ده يا جماعه بسم الله بسم الله يا جماعه سوري كنت بلعب ماتش يلا نرجع للماتش عشان نبدا بسم الله يا جماعه اتمنى انكم تعملوا لايك وسبسكرايب على القناه اتمنى القناه تعجبكم يلا نبدا بسم الله مش ده الماتش اللي انا عايز ايه كنت فرصة حلوة ممكن تبقى جون انا بدي ماريا هنجيبها بلانجيتش ولا لأ ممكن معاش حاطين جبنا مرسيو جون يا جماعة او جون انا هرجع ان شاء الله هنجيب جون اكتر وان شاء الله نتحسن ان شاء الله جماعة بعد اذنكم اعملوا سبسكرايب ولايك على الفيديوهات كلها ولو عجبتكم القناة اعملوا شير ووروها لاصحابكم ان شاء الله الفيديو يعجبكم بسم الله يلا نبدأ تاني هذا اول جون لنا حتى مين معاك ابراهيموفيتش زي ما عنا يدري شركة فوسبوكس جيمز طلعت ابراهيموفيتش من اللعبة انا هات يا جماعة انا طلعت ان انا جبت ابراهيموفيتش تاني هبقى اصور لكم فيديو يا جماعة ازاي جبت ابراهيموفيتش وجون الكوسة ده عايزين تشوفوه ازاي يا جماعة وهبقى اصور لكم فيديو ازاي جبت ابراهيموفيتش يا جماعة ان شاء الله هيكون قريب ازاي معرفش ازاي دخل الجون ده بجد يعني استلمهاش ازاي الحيل ده كورة كريستيانو ساحرة يلا نبدأ تاني بسم الله ان شاء الله نكسب ان شاء الله احقق نجاح عالمي على اليوتيوب والجون التاني ده الجون التالت اتمنى يكون ولو عجبك كل جون اللي انا بسجلها في الفيديو ده يا جماعة اتمنى ان انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب ان شاء الله نبدأ تاني يلا مع كيفن دي بروين لو اشتغل بيه واتمنى ان انتوا تعملوا بسم الله يا جماعه وبعد اذنكم انا هسيب لكم رابط القناه بتاع اكستريم بلاي على اللينك في الديسكربشن تحت هسيب لكم رابط السنك في الديسكربشن اتمنى ان تعملوا لايك سبسكرايب على قناته وتعملوا شير لاصحابكم لو عجبتكم القناه بتاعته وكذلك معايا انا ان شاء الله بسم الله يا جماعه نبدا ولو عاوزتوا اعلمكم ازاي تعملوا انترو على القناه بتاعتكم قولوا ابقى اكتبوا لي في الكومنتس ابقى انزل لكم فيديو ازاي انزل انترو احطها للفيديو وازاي احطها في الفيديو اصلا هيبقى فيديو مفوق معاك يا جماعه بسم الله ان شاء الله بسم الله هنحقق نجاح كبير على يوتيوب انا واكستريم بلاير اسمي ياسر نور انا اتمنى ان القناة تعجبكم جدا لو عجبتكم قولوا لاصحابكم يتفرجوا عليا ان شاء الله
دوناريما ده يا جدعان مش حاسس مش كويس، بس هو عامل شغل كويس جدا في الحياة، في الحياة مش اللعبة يعني، بس هو مش كويس في اللعبة. هنا ما في الفيديو، اول فيديو او تاني فيديو نزلته لكم، لا كان اول فيديو نزلته لكم الدريم ليج كلها يا جماعه على القناه بتاعتي، ان انا شفت كوره من الكورنر. تعالوا نجرب نعملها في 2019، انا ما جربتش اعملها في 2019، فتعالوا نشوف نعملها هنا في 2019 ولا لا. ما عرفتش نعملها، ميسي ما عرفش يجيبها، نحاول تاني تاني. مفيش يعني ما تجيبهاش من أول مرة، نتدرب ونحاول كتير. طب أصور لكم فيديوهات غالبا لما أنا بلعب أونلاين مع الناس، ممكن أصور لكم فيديوهات أنا وكتير بنلعب لكم مع بعض. أظن إن ميسي أولى بالمهمة دي. جبنا ميسي يلا، وأدي فري كيك، جبنا فري كيك يا جماعة. لو عجبكم الفري كيك اكتبولي في الكومنت وحطوا لايك على الفيديو، وقولوا لي رأيكم في القناة بتاعتي من غير الكسوف. تعالوا نشوف الكيرف اللي احنا عملناه يا جماعة. لو تكون عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، واكتبوا لايك، ولو عجبكم قولوا لي احلى حاجة عجبتكم فيها في الكومنتس يا جماعة. هوريك الجون اخر مرة اهو، هنا تاني نبدأ بنا. نجرب دي ماريا المرة دي ما جبناش الكورنر، بس جبنا هيد بكريست بابراهيموفيتش، هاتريك ابراهيموفيتش يا جماعة مع النهاردة. خمسة فرنين ضد ميلان. انا احسن من مرة دي يا جماعة، كان يدخل جون في نفسه النهارده، كان يدخل جون. الناس يا جماعه عشان كحلي ميسي هدد الكورة هنا، كورنر كيك تاني، عرض بدماغي، مركز روح هنا أدخل الكورة، هدد الكورة
اتحولت النهارده يا جماعه ولا في ايه النهارده؟